السلام عليكم. من المعروف أن جوهر استراتيجية التحرر الوطني هو جعل مشروعي الاحتلال أو المستعمر أو المستوطني مكلفا، وذلك في مختلف ساحات العمل الوطني. فتكامل عناصر ومكونات استراتيجية التحرر الوطني هو شرط من شروط عملية التراكم، كما يجب أن تكون هذه الاستراتيجية متجانسة ومترابطة حتى لا تتضارب عناصرها فيما بينها، فنخسر ونفقد في جانب ما كسبناه وأنجزناه في جوانب أخرى. لا يوجد إذن استراتيجية تحرر بالتقسيط أو بالقطاع كما نقول. إذن من نافلة القول وبديهياته أن أي استراتيجية تحرر وطني لابد أن تكون شاملة، ولا بد أن تضم عددا من العناصر والأبعاد والمكونات المتكاملة من ناحية، والمتجانسة والمترابطة من ناحية أخرى. التكامل إذن مهم في هذه العملية، وذلك من أجل توفير التراكم في سعي أي حركة تحرر وطني إلى استجماع كل ما يمكنها استجماعه من عناصر القوة من أجل تعديل ميزان القوة، وخاصة في الحالة الفلسطينية، طالما أن تحقيق الانتصار لأي حركة وطنية لا يتم بالضربة القاضية، إنما بالنقاط وبتراكم الضربات كما هو معروف. الجهد القادم حاليا على صعيد البعد الدولي للقضية الفلسطينية وتفعيل القانون الدولي يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجية واحدة وشاملة. فلسطين والبعد الدولي، الفرص والتحديات، موضوع نقاشنا في هذه الليلة مع ضيوفنا الأستاذ حسان عمران الكاتب والباحث في القانون الدولي في الأستوديو. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسان معنا في هذه الحلقة. وعبر الخط الهاتفي سينضم إلينا لاحقا الدكتور أسعد أبو الشرخ الأكاديمي والباحث الفلسطيني، والدكتور سعيد الدهشان الباحث المتخصص بالقانون الدولي والإنساني. نتابع هذه الحلقة بعد مشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش في القمامة. ظلت القضية الفلسطينية على مدار صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي ترى أن الساحة الدولية لا تقل أهمية عن عمقها العربي، فهي الفاصل في كثير من النزاعات، وهي الخطوة التي تثير كثيرا من الأرق لدى حكومة الاحتلال، والتي تهدد بدورها السلطة الفلسطينية بالقطيعة والعقوبات كلما اقتربت من ذلك. العمل الدبلوماسي من هذه الزاوية يمكن أن يكون له تأثير في حشد وتشكيل رأي عام دولي ينصر القضية الوطنية الفلسطينية وينقلها لمجابهة إجراءات دولة العدو التي تخرق قرارات الشرعية الدولية، القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، وكذلك القرارات التي صدرت عن المنظمات والهيئات الدولية. لذا يحرص القائمون على العمل الوطني الفلسطيني دوما على الحفاظ على البعد الدولي ليس كبديل عن البعد العربي والإسلامي، وإنما كسند داعم وضامن بل وملجأ أخير قد تلجأ إليه القضية الفلسطينية في ملف ما. يعني جميع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية في الأعوام القليلة الماضية غير كافية لتقوم بملاحقة قادة الاحتلال قانونيا وقضائيا. نعتقد بأنه قد حان الأوان لاتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع لفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال عدم التزامه بالقوانين الدولية التي وقع عليها. إسرائيليا يرى المتابعون للساحة الدولية على أنها تهديد خطير وكفة قد ترجح يوما ما لصالح القضية الفلسطينية ضدهم، وهو ما يثير حفيظة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جراء تلويح الرئيس الفلسطيني محمود عباس باللجوء إلى المحافل الدولية. قد لا تنصف الساحة الدولية القضية الفلسطينية في كثير من محطاتها، لكنها تبقى خيارا لا بديل عنه إلى جانب خيارات العمق العربي والإسلامي وكثير من خيارات الانتفاضة الشعبية والعمل المسلح لانتزاع الحق الفلسطيني. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة، القضية الفلسطينية والبعد الدولي، الفرص والتحديات، موضوع نقاشنا في هذه الليلة. أرحب بك مرة أخرى أستاذ حسان معنا في هذه الحلقة. ودعني أسمح أبدأ معك بالسؤال الذي يدور حول مقولة مشهورة كتبها أحد الكتاب الفلسطينيين وهو غسان كنفاني رحمه الله، أن القضية الفلسطينية قضية عادلة ولكن المحامي الخاص بها هو محامي فاشل. هل تتفق مع هذا الرأي؟
وهو رأي سائد للأسف الشديد في كثير من الأحيان، أم أن هناك أبعاد أخرى علينا أن ننظر إليها بالمنظور العلمي المنطقي في الأداء السياسي؟ بسم الله. شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى هذا البرنامج المهم والموضوع المهم الذي طرحتموه في هذا البرنامج. بداية الأستاذ غسان كنفاني يعني كاتب لا يشق له غبار، ولكن هو تجربته الإنسانية مرت في لحظات صعبة في تاريخ القضية الفلسطينية، ربما دفعته للقول بهذا الشيء. يعني أتفق في بعض جوانب أن مما قاله الأستاذ غسان أن القضية الفلسطينية فعلا لديها إشكاليات فيما يتعلق بالمحامي، ولكن أساس ولب وجوهرة المشكلة الفلسطينية إن صح التعبير في القيادة الفلسطينية لا تنبع فقط من الداخل الفلسطيني رغم كل الإشكاليات. من هنا لغدا الصباح يعني نتحدث في إشكاليات القيادة الفلسطينية، ولكن لا يعني ليس فقط منبعها الداخل الفلسطيني، هناك لا يوجد أي ثغرة في النظام. للأسف هناك اختلال موازين حقيقي وصعب جدا في المنظومة الدولية لصالح العدو، وهذا ما يصعب من هذه المسألة. ففعليا رغم إشكاليات المحامي إلا أن الإشكالية الرئيسية تأتي من انحياز النظام الدولي أو عدم وجود أي اختراق أو أي ثغرة في النظام الدولي بالنسبة لنا. فهذه نقطة صعبة بالنسبة، حتى لو كان المحامي أقوى فما زالت المسألة صعبة. لكن هناك شيء ما بدأ يتغير، ربما يعني قرابة 130 دولة صوتت لصالح فلسطين ضد قرار ترامب، هذه إشارة مهمة. دعنا أنتقل للترحيب بالدكتور أسعد أبو شرخ الأكاديمي والمحلل السياسي معنا من مدينة غزة. دكتور أرحب بك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا. حاولنا من خلال السؤال السابق التوطئة لحديث اليوم فيما يتعلق بفلسطين والبعد الدولي، لكن قبل أن ندخل أكثر في أعماق هذا الحوار اسمح لي أسألك حول تقييمك لأداء القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بالبعد الدولي أو الساحة الدولية. هل أحسننا إدارة المعركة هناك في الساحة الدولية من محكمة الجنايات إلى مجلس الأمن إلى الأمم المتحدة وإلى كثير من المؤسسات الدولية؟ هلو؟ نعم دكتور تسمعني؟ لا صوتك واطي. طيب هل تسمعني جيدا الآن؟ لو سمحت علي صوتك شوي. نعم أحاول أن أرفع الصوت قدر المستطاع. دكتور سألتك فيما يتعلق بأداء القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع العمل على الساحة الدولية، هل تعتقد أنه أداء مقنع وأداء مستحق تستحق القضية الفلسطينية العادلة؟ لا، هو شوف، القيادة الفلسطينية كان يجب وبالضرورة أن يكون دورها أكبر وأعظم وأهم، ويعني تتحرك على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي والإسلامي وعلى مستوى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، ويعني أن تأخذ قادة إسرائيل تحاكمهم كمجرم حرب وأن تذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن محكمة الجنايات الدولية تعتقد وترى أو حسب القانون قانون المحكمة أن المستوطنات هي جريمة حرب وأنه لا يحق لسلطة الاحتلال أن تتلاعب بالأراضي أو أن تقوم بتطهير عرقي أو أن تجلب مستوطنين صهاينة إلى فلسطين أو أن تقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه وإلى آخره. كان يجب على السلطة أن يكون تحركها أفضل وأن تصارح الشعب الفلسطيني بما يجري من حولها وأن تتبنى استراتيجية، خاصة بعد 25 سنة، استراتيجية قائمة على ثقافة المقاومة والمقاطعة والانتفاضة، وأن يكون تحركها العربي والإسلامي والعالمي يعني أقوى من ذلك بكثير، وأن يكون فعل السفارات ووزارة الخارجية والرئاسة، وأهم شيء كان يجب عليها أن تقوم به حتى نكون أقوياء أمام العالم، أن تبدأ بمصالحة حقيقية ووحدة وطنية حقيقية، وأن تعيد الاعتبار إلى الميثاق الوطني الفلسطيني الذي ينص على أن فلسطين كل فلسطين، طالما أن الصهاينة والأمريكان وبعض الرجعية العربية كشروا عن أنيابهم، أن تعلن أن فلسطين هذا وطن الشعب الفلسطيني، وأننا نحن الآن يعني في حل من هذه الاتفاقيات التي لم تلتزم بها إسرائيل، ونسحب الاعتراف ونتبنى استراتيجية جديدة،
استراتيجية جديدة نهيئ شعبنا لها، وننطلق إلى الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والشعوب المحبة للحرية والسلام، ثم إلى منظمات المجتمع الدولي وإلى الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، وكل ذلك يجب أن نقوم به. لكن التحرك الفلسطيني للأسف الشديد ليس كما يجب، وإلا كان يجب أن يتعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية فورا بعيد تصريح ترامب، وكان يجب أن يعقد المجلس المركزي، وكان يجب أن يعني يكون هناك غرفة طوارئ وغرفة عمليات يومية تقوم بتسيير الشأن الفلسطيني وبالمواجهة، وخطط يومية لمواجهة هذا العدو الصهيوني المجرم، وأن وهذا هو الوضع الطبيعي وليس المثالي دكتور. نعم أرجو أن تبقى معي دكتور أسعد لو سمحت، سأعود إليك بعد قليل إن شاء الله. أستاذ حسان، ما مجالات العمل التي يمكن القيام من خلالها بالواجب الوطني والكفاح المطلوب فيما يتعلق بالساحة الدولية؟ لأننا كما قلنا يعني صحيح أن هناك عشرات القرارات لم تنفذ، لكن على الأقل أن هناك تضامن عالمي الآن، وخاصة في القضية الأخيرة اعتبار القدس عاصمة دولة الاحتلال يعني. أي نعم، قبل الدخول في هذا الموضوع، ولكن القضية الأخيرة فيها أبعاد مهمة جدا، وأنه في العادة البعض يقول أن التصويت لفلسطين في الجمعية العامة أكبر من التصويت الحالي، يعني عادة 138 140 145 تحصل القضية الفلسطينية أصوات، هذه المرة أقل، ولكن البعد هنا يعني مختلف. المظهر الجانب الذي يجب أن ينظر إليه أن الولايات المتحدة القوة العظمى رمت بكامل ثقلها للدفاع عن نفسها وليس عن حليفتها، ومع ذلك فشلت في منع القرار. فهذه هناك حالة دولية رسمية، ولا أقصد فقط شعبية، كبيرة جدا، وهناك حالة شعبية ثائرة ورافضة للقرار هذا. هذا أمر يجب أن يستثمر، يفتح لنا عدة مسارات في الجانب الدولي. الجانب الدولي بداية العمل الرسمي وبناء التحالفات، أو على الأقل يعني تحييد الأطراف المعادية للقضية الفلسطينية أصبح أمرا ممكنا، وهذا يتطلب جهد كبير من القيادة الفلسطينية بجميع على اختلاف أطيافها. وعندنا العمل القانوني العقابي، مطاردة الاحتلال في المحاكم ومطاردته في أروقة الأمم المتحدة، وأتفق تماما مع الدكتور أسعد، هناك فعلا تقصير حقيقي من القيادة الفلسطينية وغير مبرر، يعني يقولون هناك إجراءات مماطلة. القانون الدولي لا يتكلم فقط عن محكمة الجنايات، هناك عدة محاكم أخرى، هناك عدة محاكم على المستوى المحلي، هناك مبادئ في القانون الدولي مثل مبدأ القضاء الاختصاص العالمي، والذي يقضي أن بعض الجرائم تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد البشرية كاملة، وبناء على هذا الأساس بإمكانك أن ترفع شكوى في المحاكم المحلية للدول مثل بلجيكا، وحصل مثال شبيه في دول أخرى أيضا. بالإمكان الاستثمار البعد القانوني سواء على المستوى الرسمي المنظمات الدولية، أو سواء على المحاكم المحلية، أو سواء على المنظمات مثل اليونسكو. بالإمكان طرد إسرائيل من اليونسكو في أنت ما ضغط الفيفا، كانت على وشك أن تخرج من الفيفا، ولو خرجت البعض يقول الفيفا مش مهمة، الفيفا مجرد كرة قدم، ولكن الفيفا منظمة دولية، لو فعلا خرجت إسرائيل من تلك المنظمة فهذا سيفتح الباب لخروجها من تلك المنظمة وتلك المنظمة، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتكبر، إلى أن نصل لمثال شبيه بمثال جنوب إفريقيا. ماذا يتطلب هذا كله؟ هذا يتطلب عمل شامل من جميع النواحي. الآن لو نظرنا إلى تجارب حركات التحرر الوطني، عندك فيتنام، عندك الجزائر، عندك أمثلة أخرى، عندك جنوب إفريقيا وإن كانت ليست تحرر وطني وإنما دفاع عن حقوقهم. هذه الأمثلة لو نظرنا، هناك عاملان أساسيان في جميع هذه الحالات، الأمور أعقد ولكن عاملان أساسيان مشتركان، هما العامل الداخلي، الضغط الداخلي القوي جدا والآن نفصل فيه، ومسألة العامل الخارجي، الإتاحة في العامل الخارجي. ما أقصد بالعامل الخارجي هو ما تحدثت في البداية، النظام الدولي ووجود حليف دولي قوي، هذا غير، هذا ممكن لا أقول غير موجود، هناك هوامش ممكن نلعب عليها ولكن ضعيف، ولكن العامل الداخلي الفلسطيني عامل قوي رغم المشاكل التي نعاني منها، هو عامل قوي، فيجب استثمار هذا العامل الداخلي مثل ما حصل في الجزائر. الثورة الجزائرية 130 سنة تقريبا، لماذا لم تتحرر الجزائر من بعد 30 سنة؟ يعني ليش استنوا قرن كامل؟ السبب هو أن العامل الخارجي كان صعبا، انتظروا لحد حتى يأتي هذا العامل وهو الثورة العالمية الثانية وتحررت الجزائر، سند متصل من الثورات لم ينقطع، والفلسطينيون كذلك. ما نحتاجه هو أن نستمر في هذه الجهود، أن نفعلها، أن ندفع القيادة
يعني لأن تخرج من حالة التراخي وحالة الارتياح الدولي. يعني هي يعني فعليا التهديد كم مرة هددوا بالذهاب إلى المنظمة تلك والمنظمة ماذا ننتظر؟ واسمح لي هنا أتساءل مع دكتور أسعد. دكتور أسعد، ما سر هذا التباطؤ من قبل القيادة الفلسطينية في الذهاب إلى يعني منظمات دولية ذات تأثير حقيقي؟ يعني في المرة الأخيرة ردا على قرار ترامب انضموا إلى أكثر من 20 منظمة، لكن كلها تتعلق بالتلوث البيئي ومخاطر طبقة الأوزون وغيرها من المنظمات أو القوانين أو الاتفاقيات والمواثيق ذات يعني الأهمية يعني مع الأسف. دكتور؟ تفضل. سمعت السؤال دكتور من فضلك؟ تفضل. سألتك لماذا هذا التباطؤ من قبل السلطة والقيادة؟ ما سر هذا التباطؤ في الانضمام إلى منظمات ومواثيق دولية ذات تأثير فعال على دولة الاحتلال؟ وتباطؤ للأسف الشديد جاي من القيادة وخاصة من شخصية الرئيس، لأنه الرئيس دائما وأبدا يحاول أن يجعل له خط عودة، وبعدين لا تنسى أن هناك عليه ضغوط، الضغوط وهو للأسف الشديد بدلا من أن ينصاع وأن يستمع إلى شعبه هو للأسف الشديد يعني يخضع للضغوط الأمريكية. كان يجب حقيقة من الأساس ذهبنا إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية والتحقنا بالأمم المتحدة وأعلنوا حقيقة، حتى إعلان الدولة الفلسطينية من أيام المرحوم ياسر عرفات وضغطت أمريكا، وللأسف الشديد استجابتنا للضغوط وتنازلنا جعلت أمريكا وإسرائيل تطلب منا تنازلات أكبر وتسيطر على القيادة. الآن آن الأوان، بصراحة آن الأوان، لأن القيادة لا تستمع إلى الشعب. أهم شيء أن تنصاع القيادة إلى ما يريده الشعب الفلسطيني، وعليها الآن أن تقلب الطاولة. والآن نحن الخطوة في الاتجاه السليم، عدم التعامل مع أمريكا وقطع العلاقات مع إسرائيل، والطلب من الدول العربية أيضا، احنا الطلب من الدول العربية، لا تكون الدول العربية أن تنقل لنا رسائل كما تحدث مجدلاني اليوم بأن محمد بن سلمان نقل للقيادة رسالة من أمريكا عن صفقة القرن. نحن نرفض أي دولة عربية أن تكون وسيط. الدول العربية عدوها إسرائيل، وإسرائيل عدو كل الدول العربية والحركة الصهيونية، لأن إسرائيل هي التي هاجمت السعودية والأردن والعراق ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وكل الدول العربية. يعني إنه القائد الفلسطيني لا يعمل محلل سياسي، هو مش في طور التحليل السياسي يعني، ويضعنا في المشهد وينقل لنا الرسائل. هو ماذا سيفعل؟ ما المطلوب منه أن يفعل؟ المطلوب من الرئيس كما قلت أن يتخذ خطوات، وأن تجتمع القيادة منظمة التحرير، وأن يقول للدول العربية بصراحة، وأن يصارح شعبه. كان يجب أن يصارح شعبه من معنا ومن ضدنا، وأن يطالب الشعوب العربية أيضا بأن تحاسب كل حاكم عربي يتآمر على القضية الفلسطينية، وأن تحاسب كل زعيم عربي ينقل رسائل من أمريكا أو من إسرائيل أو يزعم أنه أو يريد أن يعمل علاقات مع إسرائيل، لأن إسرائيل والقدس، القدس أهم من أي مكان في الدنيا، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، عليهم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني بالرجال وبالعتاد وبالمال، وأن يفتحوا الجبهات وأن يقفوا معنا، لا أن يوقعوا الصفقات بمليارات الدولارات مع العدو الصهيوني الصليبي المتواطئ الذي دمر العراق وسوريا واليمن وفلسطين والأردن وكل الدول ولبنان ويتآمر علينا. نحن مطلوب من القيادة الفلسطينية أن تجمع طاقات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن تقلب الطاولة، وأن تتبنى استراتيجية المقاومة والمقاطعة والانتفاضة، وأن تشعل المنطقة، لأنه هكذا يمكن أن نحرر وطننا. أما الأحابيل والألاعيب السياسية لن تأتي بشيء، خاصة وبعد 25 سنة كانت النتيجة مزيد من التواطؤ، وإسرائيل الآن تمكنت من فلسطين. ألم يأني الأوان أن نعمل بكل الخيارات عملا شاملا متكاملا متجانسا؟ يعني أول شيء المنظمة كانت بتقاتل من مسافة الصفر في اشتباك مسلح وكفاح مسلح، بعدين انتقلوا للسلام والتسوية مع دولة الاحتلال والمفاوضات لأكثر من 20 عام، فشل هذا الخيار، فانتقلوا إلى مرحلة أخرى، إلى مأسسة
ودولنا الصراع الآن من خلال البعد الدولي، يتركون خيارا ويدخلون خيارا آخر، أليس من الأفضل أن نعمل كل هذا العمل المتجانس، انتفاضة شعبية، كفاح مسلح، مفاوضات، وكذلك فيما يتعلق بالعمل الدولي؟ لماذا يدخلون في الخط ويتركون الآخر؟ أنا أريد أن أقول لك آن الأوان للقيادة الفلسطينية بصراحة، آن الأوان أن تعلن أمام شعبها، أن تعلن أمام الشعب أنها فشلت في كل جهودها، وأنا تتأسف للشعب الفلسطيني على كل هذه سنوات الضياع، وأن ننتخب قيادة جديدة قادرة تؤمن بالكفاح المسلح وبالمقاومة والانتفاضة وبتعبئة طاقات 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج، وأن نستنهض الأمة العربية والإسلامية والشعوب المحبة للحرية. لا، هناك خطأ وخلل في القيادة وفي استراتيجية القيادة التي اتبعتها، ولذلك عليها الآن أن أرادت خيرا ألا تستمر في غيها، وأن تبحث عن راع جديد بدل الراعي الأمريكي. لا، عليها أن تستقيل حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من انتخاب قيادة تؤمن بالكفاح المسلح والسرجية المقاومة والمقاطعة والانتفاضة، والعمل على جمعية الجبهات العربية والإسلامية والدولية ودول عدم الانحياز وأوروبا، وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية والثقافية والسياسية والدبلوماسية والأكاديمية وعلماء الدين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين إلى آخره. يجب أن يكون لدينا منظور ورؤية شاملة للصراع، بحيث نحاصر هذا العدو الصهيوني المجرم ونحاصر أمريكا، لأن أمريكا الآن ليست في حالة قوة، أمريكا في حالة ضعف، وتضعف أمريكا سواء كان في آسيا، في أوروبا، في العالم، وهناك الآن حتى بينها وخلاف بينها وبين روسيا، وخلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي ومع الصين ومع كوريا الشمالية، وأمريكا تضعف. لماذا نحن ما زلنا نتمسك بأمريكا وما زلنا نتعامل مع أمريكا وما زلنا نخضع لأمريكا؟ لا، أمريكا الآن يجب أن نرفضها وأن نرفضها، لأنها تتآمر من ترومان الذي قال إسرائيل خلقت لتبقى إلى ترامب الذي جاء بصفقة القرض. أشكرك دكتور أسعد أبو شرخ، الأكاديمي والباحث الفلسطيني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة. أستاذ حسان، مشكلة أو إحدى مشكلات السلطة إذن أنها تعمل وفقا لاستراتيجية العمل بالتقسيط أو بالقطاعي، مفاوضات، فشل المفاوضات، نروح للبعد الدولي، نفشل في البعد الدولي، نعود للشعب، نعمل انتفاضة مسلحة شعبية، اختلافات، لا يوجد وحدة فلسطينية حقيقية. كل هذه الأشياء تدركها السلطة جيدا والقيادة الفلسطينية جيدا، ولكنها تصر على هذا النوع من الأداء السياسي. برأيك ألا يبدو هناك مشكلة في طريقة التفكير وفي الأدوات؟ يعني إذا إنسان جرب أداة معينة وفشل في تحقيق مراده من خلال هذه الأداة، يعني يجرب أداة أخرى وهكذا، لكن هؤلاء لا يؤمنون بذلك، لماذا؟ نعم، كما تفضلت أستاذنا، سأفصل مسألة الأدوات ونأتي عليها بعد ذلك، ولكن مسألة الإرادة هنا هي الأساسية ومسألة التفكير. الأدوات موجودة وترى هي فعالة، ولكن الإشكالية عدم توحيدها وعدم توجيهها نحو بوصلة واحدة وضمن خطة واحدة. ما نقوم به هو ردة الفعل، ولكن فيما يتعلق بالقيادة الفلسطينية الحالية، المشكلة للأسف الإرادة السياسية غير موجودة. يتصرفون وكأنهم يدورون دولة مثل سنغافورة ولا دولة مستقلة وأمورها تمام. يريد، لا يوجد استعداد عند القائد الفلسطيني ليدفع الثمن. انت تقود مشروع تحرري حتى لو سلمي، حتى لو يعني طبيعي تشتغل هناك، يعني مثلا هناك عده نماذج سلميه، مثلا غاندي نماذج سلميه بحته، لم يرفعوا السلاح ولم يقاتلوا لا كفاح مسلح ولا غيره، ولكن مع ذلك ومع سلميتهم اضطر القاده ان يدفعوا الثمن. هذه القياده ليست مستعده لتدفع الثمن، هناك ثمن على الاقل في اي بي كارد حتضيع، على الاقل يعني على أقل ما فيها، لا يوجد استعداد لدفع الثمن. فهناك مشكلة ليست فقط بالتفكير، أنا لا أشك في تفكيرهم، بالعكس أنا أستمع لهم فعلا، هي قيادة واعية، ولكن لا توجد إرادة سياسية. يعني يعرفون ماذا يجب أن يفعلوا ولكن لا يفعلوا به لغياب الإرادة السياسية التي لها عدة أسباب. التمويل، خايفين من قطع التمويل من الولايات المتحدة ومن عدة دول، خوف على الـ يعني
ممكن المكان الشخصي، المنصب الشخصي، عدم وجود رغبة في دفع الثمن، ما إلى ذلك. عدة أسباب نطرحها، ولكن صعب أن نخرج من خارج تفسير الإرادة السياسية، لأن الوعي واضح. نقرأ الكتب التي يكتبونها للتصريحات، عندهم وعي، يعرفون أنه ليس كافٍ على فكرة. ولكن ليس كافٍ. ولكن في مسألة الأدوات لو دخلنا الآن ندخل فيها بالتفصيل بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ورحب بضيوف الكرام أستاذ حسان عمران والدكتور السعيد طلال الدهشان الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي من إسطنبول، الباحث المتخصص بالقانون الدولي والإنساني. ورحب بك معنا دكتور سعيد. حياكم الله أستاذ يونس. أهلا بك. في الحقيقة هذا موضوع متشابك، فلسطين والبعد الدولي، والبعد الدولي فيه بعد سياسي وإعلامي وإنساني وحقوقي وقانوني، وكل هذه الأبعاد كان على القيادة الفلسطينية أن تعمل من خلالها وبجهد كبير وعلى مدار فترة طويلة، لكنها تركت هذا المجال لوقت طويل، ثم الآن بدأت تفكر بتصعيد الموقف في الساحة الدولية ولا سيما في القانون الدولي والإنساني. برأيكم ما الخطوات التي يمكن اتخاذها كي تكون خطوات مؤثرة وقوية باتجاه إحقاق الحق الفلسطيني في عالم لا يزال حتى الآن يكيل بمكيالين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعتقد أن البعد الدولي بعد مهم، وهو من الأبعاد أعتقد من وجهة نظري المكملة للعمل على الأرض، لأنك لا يمكن أن تنطلق في عمل دولي دون أن يكون لك رصيد على الأرض. هو من الأبعاد المهمة جداً وله تأثير، لكن مساراته تختلف بحيث الموضوع تختلف ومن حيث المستويات تختلف. من حيث الموضوع على الأقل هناك في علاقات دولية، في مجال قانوني، في مجال صحي، في مجال تعاون دولي إلى آخره. ما يهمنا في المجال القانوني أن الجهات الفلسطينية المعنية هي فقط جهتين، هي السلطة الفلسطينية والفصائل، وتناول الموضوع الدولي عندهم مختلف. الحقيقة السلطة يعني لم تعر اهتمام لأهمية ووزن الضغط الدولي في المجال القانوني والحقوقي إلا مؤخرا، وأنا يعني من الذين يقولون أنهم يستخدمون هذه الورقة كورقة تحريك يعني وتفعيل للمسار السياسي بين الفينة والأخرى، والدليل على ذلك أنهم يذهبون لهيئات الأمم المتحدة بشكاوي ولا يذهبون إلى الآليات الدولية مثل المحاكم الدولية المختصة إن كانوا جادين في موضوع استثمار الجانب الدولي في إحقاق الحق الفلسطيني. نعم، إذن لا يوجد جدية في التعامل مع هذا الملف. باعتقادكم دكتور، ما المطلوب عمله في هذه الساحة، ساحة القانون الدولي والإنساني؟ لأن الحق الفلسطيني واضح، وهناك في الآونة الأخيرة يعني انحياز، وإن بدأ يعني على استحياء من دول العالم مع القضية الفلسطينية، والدليل هو القرار الأخير لترامب وما يعني ردت به الدول من تأييد للحق الفلسطيني. أول شيء خلينا نكون متفقين أن القانون الدولي والمحافل الدولية لن ترجع لنا الحقوق على الأرض وتثبيتها إن لم يكن لدينا قوة حقيقية لتثبيت حقنا.
لكن الوضع الفلسطيني والعربي والإسلامي من الضعف بمكان أننا لا نمتلك أي وسيلة سوى الذهاب للمحافل الدولية والهيئات الدولية للاشتكاء. وعندما نحصل على قرار بصعوبة، إن كان هناك طبعا بعض الإشكاليات في مجال التصويت مثل مجلس الأمن الفيتو الأمريكي أو الجمعية وقرارها ملزم أو غير ملزم، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الجهد. للأسف على أرض الواقع انتهى هذا الجهد. قضية كبيرة تهم العالم كله وليس المسلمين، هي قضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها تنتهك وتداس ويتم فيها انتهاك كل القرارات الدولية ذات الصلة. هناك يعني أكثر من 60 قرار يخص فلسطين، منها 50 قرار على الأقل ذكر فيه موضوع القدس وأنها تتمتع بوضع خاص. وللعلم أنا أحب يعني أن أفيد السادة المشاهدين أن القدس على الرغم من أن العالم يعني أقر لإسرائيل بدولة وهذا ظلم أصلا، إلا أنه لم يقر لها بإدارة القدس رغم أنها احتلت 84% من مساحة القدس وما يعرف الآن القدس الغربية. العالم صدر قرار بعد اعترافه بإسرائيل بسبعة شهور، قرار 303، وقال لإسرائيل عليها أن تهتم وأن يؤول موضوع القدس إلى إدارة دولية دائمة. يعني أنت إدارتك مؤقتة ويجب موضوع القدس، هذا في القدس الغربية قبل أن يكون لدينا احتلال للقدس الشرقية في 67. نعم، أرجو أن تبقى معي دكتور سعيد، سأعود إليك. أستاذ حسان، كنا نتحدث في الأدوات التي يمكن استخدامها في هذا الموضوع، ما هي؟ ما أهمها؟ نعم، على الصعيد المحلي أيضا قبل التوجه نحو التوجه الدولي كما ذكر الدكتور سعيد، إن كان هناك عمل دولي من دون أساس في الداخل فلن يثمر، وإن كان هناك عمل قوي في الداخل من دون عمل دولي فأيضا لن يثمر. هما جناحان يجب أن يعملا معا، وهذه تجربة تم تكرارها في العديد من قضايا التحرر الوطني وحتى في من العديد من قضايا المدافع عن الحقوق مثل جنوب أفريقيا. هما أمران يجب أن يجتمعا معا، وللأسف هناك أطراف، يعني عندنا في الحالة الفلسطينية البعض يقوم بهذه والبعض يقوم بهذه، ولا يوجد توحيد للجهود، وبالعكس أحيانا يكون متناقض. نعم. فيجب توحيد هذه الجهود في المجال الدولي. أبرز الأدوات كما ذكرت أولا، في بداية هناك حالة رسمية داعمة، حاليا هناك حالة شعبية غاضبة جدا حول العالم، يجب استثمارها في مأسسة هذا العمل وفي أن يكون مستداما، وهنا ليست فقط القيادة الفلسطينية وإنما أيضا المنظمات الأهلية الفلسطينية حول العالم، في بناء جماعات ضغط حول العالم تضغط على حكوماتها حتى تدفع باتجاه قرارات وسلوك معين تجاه، يعني عدة برلمانات أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية بغض النظر عن تقييم ذلك. يعني ما أقصد أنه هناك يعني يتزحزح مكان، هناك اقتراب من الطرف الفلسطيني، يجب دفع ذلك من خلال مأسسة العمل في لوبيات ضاغطة في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في غيرها، في الحاد. وفي نفس الوقت يجب تفعيل المطاردة القانونية سواء القيادة الفلسطينية وحتى المنظمات الأهلية، رفع قضايا في بعض المحاكم لا يحتاج لقيادة وإنما منظمة عادية بإمكانها أن ترفع قضية في محاكم ضدها. الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، أكبر خمس بنوك في إسرائيل في الكيان الصهيوني يقومون بتمويل مشاريع في الضفة الغربية لبناء مستوطنات، وهذا غير قانوني حسب القانون الدولي، وهذا وعدة دول تعتبر القانون الدولي جزء من قانونها المحلي مباشرة، لا يحتاج إلى أن تقر المحكمة ذلك. خذ أسماء هذه الشركات، اذهب إليها، انظر أين تعمل وأين اتفاقياتها في أوروبا حول العالم، وارفع عليها قضايا في تلك الدول بناء على القوانين المحلية، وضيق عملها في عملها، ملاحظ مطاردة قانونية، ضيق عليهم في الاقتصاد، ضيق عليهم في حركتهم، في سياسيهم، تمك يعني ابقى في منهجية مستمرة في هذا المجال بالإضافة إلى العمل الداخلي الأساسي. نعم. على أرض الواقع حتى تصل لنموذج شبيه بما وصلت ما وصل إليه نيلسون مانديلا. عمل ضغط قوي وشديد من الجنوب أفريقيين السود الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، عمل قوي واستمر على مدار 30 سنة، وفي نفس الوقت كان هناك عمل دولي كبير جدا لمقاطعة جنوب أفريقيا، مقاطعتها اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، حتى سلم النظام. يعني النظام كابر وعاند 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 على مدار ترى مش سنة وسنتين، 30 و40 سنة عاند على هذا الشكل. مسألة صعبة يعني لم تكن بسيطة، ولكن فيها يستسلم، فرضت الظروف نفسها على الواقع، على يعني العوامل فرضت نفسها على النظام. وهذا ما يجب أن نقوم به في الحالة الفلسطينية. هذا ما يجب أن نقوم به دكتور، يعني هناك مساحة كبيرة للعمل، ولكن كما سألت ضيفي السابق من غزة،
عن أن المنظمات أو المواثيق التي انضمت إليها السلطة في الآونة الأخيرة بعد قرار ترامب لم تتجاوز بعض المنظمات الخاصة، المواثيق الخاصة بالبيئة وحقوق الطفل وطبقة الأوزون وغيرها من القضايا، يعني ليست ذات صلة في الحقيقة بالقضية الفلسطينية من مواثيق ومعاهدات إلى آخره. لماذا تبدو القيادة الفلسطينية غير جادة في هذا العمل؟ سؤال لي نعم ولا الأستاذ حسان؟ لكم دكتور. كرمك الله. أنا أعتقد أن المسار القضائي الفلسطيني تم فيه خطوتين مهمتين. الخطوة الأولى في 29/11/2012 اعترفت 138 دولة بفلسطين أنها دولة من خارج الأمم المتحدة تتمتع بصفة دولة مراقب. وهذا التغير في مكانة فلسطين على الرغم من بعض الملاحظات الخاصة عليه من الناحية السياسية إلا أنه حسن البيئة القانونية للوضع الفلسطيني، فأصبحت فلسطين بنظر العالم دولة وليست كيان، وهذا يؤهلها للانضمام للاتفاقيات الدولية وللانضمام أيضا إلى المنظمات الدولية، وبالتالي أن تصبح عضو وطرف في العديد من المواثيق والاتفاقيات وتنضم إلى المحافل والاتحادات والأقاليم والمنظمات الدولية. ثانيا، الحدث الثاني والمهم في 1/4/2015 انضمت فلسطين أو تم دخول حيز النفاذ لانضمامها إلى ميثاق روما. ميثاق روما هو الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. فلسطين انضمت لأكثر من الآن يمكن 80 اتفاقية. أنا أعتبر أنه هذا الانضمام في 1/4/2015 أهم انضمام، لأنه يؤهلنا لأن نتوفر فينا شرط أن نصبح طرف، لأن الذي يحرك قضية ضد إسرائيل هم ثلاث جهات، إما مجلس الأمن وهذا مستبعد، وإما دولة طرف وقد أصبحنا بذلك دولة طرف لاكتمال العنصرين أن نكون دولة وأن ننضم لميثاق روما، والجهة الثالثة المخولة هو النائب العام. وتعرفون في زمن الحرب الأولانية 2008 نعم. لما صارت المجازر كان في حاجة اسمها تقرير جولدستون، صحيح، يعني تذكرون أين ذهب تقرير جولدستون؟ تقرير جولدستون لم يتم العمل به لأن أوكامبو الذي كان في 9 سنوات هو النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قال أن فلسطين ليست دولة، وبالتالي رفض الشكوى شكلا. الآن فلسطين دولة وفلسطين منضمة، الدور الآن والكرة في ملعب السلطة الفلسطينية، يجب أن تقدم تقارير وشكاوى دسمة حول موضوع جرائم الحرب، حول موضوع المستوطنات، حول موضوع جرائم ضد الإنسانية وتقدمها للمحكمة، لا أن تذهب بها إلى الأمم المتحدة. هنا اللعبة التي تلعبها فلسطين للأسف، يعني السلطة الفلسطينية، أنها تستخدم يعني حقوق الناس وأهاتهم في ومطالباتهم في مقاضاة المجرمين، تستخدمها أحيانا من وجهة نظري كورقة سياسية للضغط هنا أو هناك. ولكن أعتقد أن الجدية في تتبع هذا المسار يمكن أن تؤدي إلى نتائج التضييق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية. هل تتوقع دكتور من خلال المعطيات السابقة والتجارب السابقة بالنسبة للسلطة والقيادة أن تلجأ إلى ذلك بالفعل خلال الاجتماع القادم؟ أنا لا أعول كثيرا بصراحة، الموضوع يحتاج لقوة تحدي، لأنه السلطة معروف أنه 80% من موازنتها على ما أعتقد هي مساعدات، وبالتالي السلطة مع ربما مساعداتها أحيانا مشروطة من الأوروبيين ومن الأمريكان بشرط ألا ترفع قضايا ضد إسرائيل. أنا أعتقد هذا هو المانع. لكن لو كان هناك جهة يعني تحمل هم شعبها وتقدم يعني قضاياه وحقوقه على الموازنات السياسية وحتى على المناصب وحتى على الامتيازات التي حصل عليها بعض رموز السلطة، أن نقدم حقوق الناس ونقاوم، هذا أستاذ يونس وأستاذ حسان، هذا مجال صراع جديد. نحن لدينا الصراع على الأرض بشقيه الشعبي والعسكري، ولدينا صراع إعلامي أنتم تقومون به من كشف الحقيقة ودفع الحجة وإلى آخره، ولدينا أيضا صراع جديد في مسار جديد لو تم تفعيله هو تفعيل القانون الدولي. ممكن أن نضيق على المجرمين الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم
المجرم نتنياهو. نعم، أشكرك دكتور سعيد الدهشان الباحث في القانون الدولي والإنساني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة إسطنبول. أستاذ حسان، إذا هناك أدوات كثيرة متاحة، لكن من ضمن الأشياء التي يعني ينبغي استثمارها هو مجموعات الضغط أو اللوبيات في العالم المتضامنة معنا والتي تعمل بشكل حثيث من أجل يعني إحقاق الحق الفلسطيني ومن أجل فضح الاحتلال الصهيوني المجرم الذي تجاوزت جرائمه في الحقيقة كل حدود القانون الدولي والإنساني. كيف يمكن استثمار هذه المنظمات على النحو المطلوب؟ حاليا هذه المسألة لم يتم الانتباه لها سابقا، مسألة ظهور يعني النفس الداعمة للقضية الفلسطينية حول العالم، وإنما تم استثمارها مؤخرا بعد حركة مثلا البي دي اس، بدأنا نلحظ هذه المسألة مثلا حركة المقاطعة. نعم، حركة بدأت من مجتمع مدني فلسطيني، ولكن لأن البيئة الدولية كانت مستعدة تماما ومتأهبة لحركة من هذا النوع انتشرت انتشار شديد وواسع جدا حول العالم. في غالبية دول العالم قامت بعمل قوي، حركات من هذا النوع تقوم بالعمل بمنهجة العمل مثلا في الدولة المعينة، تفعل مسألة الضغط على الحكومات، تواصل مع السياسيين ومع صناع القرار، والدول الديمقراطية عادة هذا أمر مؤثر فيها وأمر يحدث نتيجة. ربما في الدول ذات الطابع العسكري أو هذا لا يؤثر، ولكن في دول ديمقراطية هذا يؤثر على صناع القرار، وتحديدا الدول التي لها علاقات قوية مع إسرائيل، مع الكيان الصهيوني، ولديهم اعتماد عليهم اقتصاديا أو دعم سياسي أو ما إلى ذلك، تقوم بتفعيل حركات المقاطعة حول العالم وفي تلك الدول، تقوم بالمقاطعة الأكاديمية لمحاصرة الجامعات الإسرائيلية، تقوم بالمقاطعة الاقتصادية للضغط اقتصاديا عليهم، تقوم بمقاطعة سياسية حتى تصل للحد الأعلى وهو المقاطعة السياسية لذلك. وربما هذا بعيد حاليا، ولكن كما تفضلت في البداية أن الأمر هو متدرج، لا يوجد كبسة سحرية تتحرر فيها فلسطين، هناك عمل ضروري أن يكون متدرج حتى نصل لتلك الحالة، وسنصلها جميع المؤشرات. ولا سيما أنه لم يعد هناك في الحقيقة قدرة على احتمال كل هذا الظلم وهذا الصلف الأمريكي. صحيح. يعني من قبل كان هناك فرصة أو مساحة للسلطة تناور، تقول لك الأمريكان رعاة للسلام، لن يهضموا حقنا، لم يعطوا فرصة لأحد حتى يدافع عنهم. بالضبط. الآن نحن يعني كشفت الأمور بطريقة جعلت من 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 القيادة الفلسطينية أمام تحدي كبير جدا الآن، إما أن تبقى بلا قيمة فعلية على أرض الواقع ولا تمثل الشعب الفلسطيني ومتطلباته، أو أن تلجأ بالفعل إلى هذه الخطوات، وبإمكانها ذلك. الشعب الفلسطيني ضحى وعانى ليس على مدار فقط منذ عام 1948، منذ بداية الاستعمار البريطاني قام بالتضحية، وقام ورغم كل الأزمات أفرز قيادات جديدة كانت قادرة على تصحيح البوصلة. وأنا مؤمن الشعب الفلسطيني الذي صحح جميع تلك الأخطاء التاريخية لعدة قيادات قادر على أن لا يسمح لأي جهة معينة ولا أي قيادة كانت أن تقوم بحرف البوصلة وبالتخاذل الكامل الغير مبرر. وأنا مؤمن أن السلطة الفلسطينية مقبلة على أزمة شديدة جدا، مصدر الشرعية الوحيد كان أنهم سيجلبون الحق من خلال الوسائل السلمية ومن خلال التفاوض مع الطرف الآخر الذي لا يريد أن يعطيك شيء. الآن كان واضحا معك، لا يريد حتى مسألة العناوين حرمك إياها. لكن أنت تحدثت في الحقيقة في نقطة مهمة جدا، وهي أن هناك إجراءات كثيرة يمكن القيام بها. إذا كانت السلطة والقيادة تؤمن بالمقاومة الشعبية السلمية فلتفعل هذا عاجلا وبشكل قوي، يعني أنه مثلا مقاضاة بعض الشركات، جهود فيما يتعلق البي دي اس وغيرها من الجهود، يعني على الاقل وقف التنسيق الامني. يعني صراحه انا لا ادري كيف، يعني لاحقا عندما يعني يكرمني الله باولاد كيف اشرح له ان الفلسطينيين قاموا بحمايه الذي يحتلهم امنيا، يعني على هذا اقل ما يمكن ان يحدث. ولكن يعني للأسف هناك أزمة مرة أخرى أقولها في الإرادة، لا أظنهم جاهلين عن أهمية العمل الشعبي وعن فعالية حتى مجرد المقاطعة ممكن أن تكون فعالة من داخل فلسطين، ولكن أظن أن الأزمة هنا أزمة إرادة. ومرة أخرى أقول أن الشعب الفلسطيني ليس يعني رغم كل الضغوط وهذا، لأنه أنا متأكد أنه كما أنه لم يستسلم سابقا لن يستسلم لأي أحد، ولن يرضخ لأي أحد يرغب في حرف البوصلة بشكل فاضح ويعني لا يمكن تحمله، يعني بشكل مقيت. حتى العناوين العامة فقدت،
حتى نعم. مجرد الشعارات فقدت. فهذه حالة لا يستمر، يعني يصعب أن يتحملها أحد. نعم. والشعب الفلسطيني الذي عانى على مدار قرن كامل يعني أجدر بأن يصحح هذه الوصول. بعدين إحنا محتاجين آخر شيء في دقيقتين لو سمحت. تفضل. يعني الآن كان بيتم الحديث من قبل حتى هذه اللحظة عن تدويل الحل. تدويل الحل. أيوه. يعني والأمريكان بيروا عملية السلام، ليست عملية سلام، هي التسوية السياسية. تسليم. التسليم والتسوية السياسية حتى نصل إلى حل بين الفلسطينيين والصهاينة. الآن المطلوب حسب ما يقول خبراء هو تدويل الصراع. هذا إذا أراد العالم أن يكون شريكا في الحل، فليشترك بحل عادل لهذا الصراع، ولكن ليست بالطريقة التي كانت تقوم بها أمريكا حتى هذه اللحظة. كلام جميل، تدويل الصراع وإدخال، بما أنها أزمة عالمية وتهدد الأمن والسلم العالمي، جميل أن يتدخل عدة أطراف لحلها، ولكن لا يتدخلوا على هواهم وإنما على هوى صاحب الحق. بالضبط. تدويل الصراع جميل وشعار جميل، وربما التحدث فيه أن تدول الصراع ولكن حسب رغباتك وطلباتك، لا تدول الصراع حسب يعني أنت لست في جلسة اجتماعية حتى تراعي مشاعر الطرف الآخر. هنا تدول الصراع بناء على رغباتك، تذهب للمنظمات الدولية بناء على استراتيجيتك وعلى رغباتك التي تأتي من الشعب وليست من القيادة. القيادة يجب أن تكون انعكاس لرغبات وحاجات الشعب. نعم. وهذا وليس من حق أي قيادة أن تفرط في كل المعاناة. إذا بدنا نسلم لسلمنا من 100 سنة وخلصنا. إذا بدنا فعلا نتخلى عن تلك الحدود، لماذا كل هذه المعاناة؟ يعني بعد 60 سنة نذكر أننا خلاص لا يوجد مجال هذا. لا، ندول الصراع، ندخل جميع الأطراف الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها، ولكن بناء على رؤيتنا نحن، بناء على رؤية صاحب الحق والمظلوم على مدار قرن كامل، وازداد الظلم يعني مؤخرا بشكل قاتل سواء في الضفة في غزة وفي القدس. في القدس وفي كامل أراضي فلسطين التاريخية، وأيضا على مستوى اللاجئين الفلسطينيين. من يومين تحدث ترامب عن قطع المساعدات للأونروا، يعني لا يكفي أنهم شتتوهم حول العالم، تقلص خدماتها منذ تقلص خدماتها، وأساس أنهم هربوا يعني بحثا سياحة في العالم وليس ولم يخرجوا بعد حرب وبعد تطهير عرقي. نعم. حدث يعني. أشكرك أستاذ حسن عمران الباحث والكاتب في القانون الدولي، شرفتنا في هذه الحلقة. كما أشكر ضيفي من غزة دكتور أسعد أبو شرخ الأكاديمي والباحث الفلسطيني، وشكري موصول للدكتور سعيد الدهشان أيضا الباحث المتخصص بالقانون الدولي والإنساني. أشكركم على حسن المتابعة المشاهدين الكرام، وهذه تحيات فريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.